لم ينتهي مسلسل التظاهر في ذي قار والمطالب كثيرة، حيث أقدم المئات على غلق الطرق والشوارع الرئيسية داخل مدينة الناصرية، بالإضافة إلى غلق الدوائر الحكومية من قبل خريجي الكليات والمعاهد للمطالبة بالتعيينات، أحداث يومية اعتاد الأهالي عليها والتي باتت تؤدي بالمحافظة إلى طريق مجهول نتيجة عدم إيجاد الحلول الجذرية. انت ممثلين للشعب، انت من رحت القبة البرلمان راح تنقل هموم وتنقل اوضاع شعب، لا سيما محافظه ذي قار، محافظه منكوبه، محافظه مهمشه، محافظه ام الشهداء، محافظه ما اعرف يعني شو سلفك عنها، يعني الكل يعرف، يعني وزير التربيه ضام راسه، ابو الماليه ضام راسه، ابو المال، يعني لجنه الماليه يجيبون، وين الفاسد؟ وين الفاسد اللي عليه تريليونات الملفات يخليه بوزارة المالية وهسه حضرته يتشرط عليه؟ مطالب المتظاهرين ومنذ سنتين تركزت على توفير فرص العمل، أعداد الخريجين تقدر بالآلاف يعتصمون ويتظاهرون من أجل تلبية مطالبهم، حيث تشهد التظاهرات إغلاق الشركات النفطية والدوائر التابعة لها، ويرى عدد منهم أن هذه الدوائر تتوفر فيها فرص العمل، إلا أنها تذهب للمسؤولين والمحسوبية. مو من حقنا نداعي حقني، مو من حقنا ناكل، مو من حقنا نشرب، مو من حقنا ناكل ونعيش، ليش احنا مو بشر؟ ها؟ خاطر الله سوى محل كافل حقنا وكافل، دم الطينة دم تاج على راسكم هذا الدم، وتروحون فدوة لتراب العراق. وزارة الصحة وافقت على قسمنا احنا علوم التربوي النفسية والإرشاد التربوي لمكافحة المخدرات ومكافحة الجرائم ومكافحة جميع الأشياء يعني المضرة بالإنسان أو بالبشر، فناشد وزارة الصحة بالموافقة على تعييننا على الملاك في وزارة الصحة. وتستمر معاناة الخريجين في ذي قار للمطالبة بالتعيين وتوفير فرص العمل من خلال قطع الطرقات والجسور الرئيسية في المحافظة لإيصال صوتهم للجهات المعنية. لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.